سلام اصدقاء، معكم سيمو في شانل عفات. اليوم غتشوفوا معايا كماله ديال الموتور الخضر، داكشي اللي كان ناقصنا في الكادر، جو هذيك الحديده ديال بورت باجاج، كاش ديال كلاكسون، شبكه ديال القدام، لور فارياتور كرو. هادشي اللي كاين. المهم تبعوا معايا الفلوغ. دونك خوتي، كونسيرنون لي بيس اللي غنركبو اليوم في الموتور، عندنا كروا اوبتي بيلت ديال بياجوسي، فارياتور اوريجينال، هادو ادابتابل بحال الاوريجينال مي ماشي دوريجين، كيكون نورمال لوغو هنا، هما خوت الاوريجينال مي ماشي دوريجين. ولكن شي حاجه مزيانه، عندنا هاد الحديده هادي اللي كتكون فوق الريزيرفوار، لي بغا دي بيدال، لاكس مانيفيل، لي كلافيت، السنسله بيان سور، هذيك اللي كانت عندي راه هي اللي باقا، الشبكه ديال الفيرو، الشبكه ديال القدام خصنا ناخذوا لها بليكسي كلاص ونقادو، مازال هادي حريره ديال بوحدها، خيط سوديتو ديال الكلاكسون، هذا خصنا نشوفوا ليه لانستالاسيون ديالو باش نركبو في هاد الكلاكسون هذا اللي اوريجينال. وبقات لينا كاش كلاكسون اللي كيركب فيه هذا، كيركب هنا من بعد كيركب تحت الريزيرفوار. شوف، ركبت فارياتور كروه جديده، بدات هي مرخوفه شويه، غنديماريها هنا باش نشوف كروه شحال خارجه عندي اللور باش نزيد الماكينه. دونك الريكل على حسب شحال خاصها الطوندا وشحال خاص تبقى خارجه، انا غندير توست انا خفيف، من بعد ندوزو للبيدال حيت ما عنديش بيدال باش نديماري داكشي، ما عنديش فين نحط رجليا كنحطو معانا. شوف هادي كروه شحال باقا خارجه اللور، شحال خارجه تدخل شويه هنايا. المهم هادي ماشي مشكل، غنخليها تنزير الماكينه ونقاد. دونك دابا وصلنا للاكس مانيفيل، كدير رونديلا ها هي كبيره كتدخل هنا، من بعد كدير واحد الباكا دونت خطواز انا غنجيبها باش تشوفوه. هادي راه ديال البلاستيك، كديري هي اللي من بعد هنايا بحال هكا. دونك هذا رونديلا من بعد باك، من بعد ما ركبتي هذا يخرج لك اللاكس من هنا باش عاود تركب رونديلا اخرى من هاد الجهه. هادي نورمال هادشي خصني ندير ليه لاكريس، وتجيب واحد الباقه ديال الحديد هي هادي كتسمى اون باك دونتريتواز، ها الغول ديالها كتركب هنا، من بعد نركبو البيدال. هادشي خصنا نشوفو واش غيتوشي ولا ما غيتوشيوش.
ابارامون هضرات هو عوج. عوج من ديال من لي زاكس بجوج. هاد الكوطي هذا شويه على الاخر، ولكن راه بجوج معوجين. والله ما عرفتش غندير بالله، كلشي ديك الشمس دات لي الطياره. المهم انا جبت الموطور الضليله باش نشوف راسي اش كندير، وباش نتوما تشوفوا معايا شنو كندير. بالنسبه لهادو راه واخا عوجين، هاد اللاكس هذا اللي هد المانيفيل انا بدلتو على اساس هذا راه عوج، وفاش كيكون عوج هادي كتعوج وكتشوشي لك الكارطيراج وكتحردهم، يعني الصباغه غتقشر. اشنو درت دابا؟ درت لهم امونتاج بلون، يعني ركبتهم باش نسيبيهم ونقدر من بعد نخلي هاد اللاكس مانيفيل ولا نبدو ما عرفتش. المهم انا دابا غناخذ كارطير طرافين حطيتهم ونركبهم هنايا وندير واحد لو تيست خفيف باش نشوفوا واش غيتوشيو ولا لا. لا توشاو راه مشكله، يعني راه تقشر هادي كامله منه، وانا راه ما بغيتش نقشر هادي. تبارك الله شوف كي دايره شحال زوينه قشرها خوتي، شنو ما تقشر هادي. المهم نركبو ونسي بعيد عليها تقريبا بشي 1 سنتيمتر دونك راه مزيانه، واخا عوجه ما عوجاش فهاد لونغل هذا، هي بلوطو عوجه فهاد لونغل هذا. ندوز للجهه اخرى تقريبا التوشي ديال بصح قل من الجهه اخرى. غنجر هاد اللاكس هذا، غنحاول نجرو شويه لهنايا لعندي باش نبعد على هنايا ونقص من داكشي اللي زايد تما. دونك خاصني ندير شي سبيسر ولا شي حاجه فهاد الجهه هادي باش نبعد على الجهه. المشكل هو ما هز معايا والو هنا. بلا ما نعاود لكم لقيت راسي ما كنصورش، كنت غندوزكم جهه اخرى ولكن لقيت راسي ما صورتش هادشي اللي ركبت. المهم ركبت هادي، رجعت كارطيره في بلاصه راه بعيده تقريبا عليها، بعيده بزاف ما غتشوشيش كاغيمون. دابا خاصني نركب ديال جهه اخرى باش نشوف كي جات. دابا بارفي غنخلي هاد السيتاب هذا وغنجمع داكشي ديالي مزيان هو هذا. دونك قبل ما نركب هادشي غندير ليه كريس عاد باش غنركب. واللي كيتسائل شنو هي هادي، هذا هو الترانسفورماتور اسي دي سي اللي محول لينا الضوء اللي خارج من الموتور الاسي وخرج دي سي. كاين الفلوق ديالها اللي بغى يشوفو راه الفلوق اللي قبل من هذا. دونك غندير ليها كريس هنايا هاد لي كومبوزون باش ما ياكلوش ليا البلاستيك، وداك الشيء يدور عاوتاني سموت. صافي ركب. قبل ما نزير هاد الشيء باش ندير لو تيست للسلسله نشوف واش داك الشيء هو هذاك ولا لا باش ما نديروش الغلط. باش تكون السلسله كطيح خصني نقص من هذا. قرب هاد الزير بون راكبه مطونديه بارفي. بالنسبه للبيدالات راه كاينين دو كوطي، كاين اغ اليمنيه وليفت ليسريا. اغ كتجي من اليمن كتزير بحال هكا، والليسريا كتزير بحال هكا. دونك اليمنيه كتزير بحال هكا، والليسريا كتزير بحال هكا. دابا خوت غنجي وغنركبو هادي ديال هاد الجهة هادي هنا. بون هذا ما غنركبوش، ما غنانستاليش ليه الضو ديالو داكشي باش ما بقاش الحال، حتى من بعد غادي نانستالي هنا في بلاصتو
مابقاش هاد البلاصه خاوي. دونك باقي الخيط ديال الكلاكسون لانستالاسيون ديالو، وهذه ديال الكارباتور غنوريكم فين كتشد. هذه هي اللي كتجر ستارتير. المشكله اللي كاين كتشوفوا واحد التقيبه هاي هنا، شفتيها هذه كيركفيها واحد اللعيب، كتشد هذا باش ما يبقاش يلعب، باش ما يبقاش يدير طراق طراق هنا يبقى يضرب في الحديد. انا بغيت نركب هذه هنايا حتى نلقى ديك البلاستيكه اللي غنركب هنا. دابا كاين ضرب ديمار، وهاد البلاصه اللي كانت كتكون خاويه هي عمرناها ومازال واحد الشلده كتكون هنايا راه عندي، وهاد راه خصنا نانستاليه. هادو هو الريزولطا ديال الموتور اللي كيبان عامر، مابقاش خاوي من هاد الجهه هادي. هادشي اللي بغينا، حديده ديال الجنب، هادشي اللي كاين بالنسبه ليوم. مابقاش الحال، غدا عاوتاني نكملو هادشي. رجع للفلوق تفرج هادشي اللي كاين اخوت، جمعو دابا هاد الروينه هادي. نهار 777 ما عقلتش شحال داز ديال الوقت. المهم خديت بليكسي كلاس، هو هذا اللي هنايا كتكون فيه واحد الورقه زرقاء كتحيدها باش ما كيتشرطش. خديت هذا المربع يلاه شريته، باش نركب فيه هذه من الداخل ونحيدوا هذاك القديم اللي فيه الشراطي. دونك انا تراسيت واحد الخط ها هو كيبان لكم هنا دائري، غنقطعو بالسوطوس. يلا بلان رقم جوج، عندي الميلوز فيها واحد الديسك هذا شريته كيقطع الالومنيوم البريك والبي في سي وشي حوايج اخرين، يعني يخدم لهاد الاليكوبون لهاد البليكسي كلاس. هادي بانت ليا ماليابل على هادي، غتهرس لي هادا وما خاصوش يتهرس. عندي واحد اصدقاء، حكيت هاد البليكسي كلاس بالجرايندر حتى دخل هنايا، شوف دابا راه كيدخل مزيان بارفي. درت واحد التقيبه هنايا وتقيبه هنايا على اساس هاد لي دو دخول اللي كاينين هنا فين يدخل الفيس، وغنحفرهم ميشه ديال الربعه من بعد نعاودو ميشه ديال السته. هادشي اللي غندير. من بعد ما ركبتها هي دخلات في البياس هادي، شوف هادي راه مهرسه دونك غنخليها صغيره بحال هكا. انا طلعت دابا هادي اللي كانت راكبه في الموتور، شو كيدايره الفيلم كامل، هي مخسره وقديمه وما عجبتنيش. دابا انا شنو خصني ندير؟ خصني نقطع هادشي اللي لداخل هنايا، نخلي هادشي ديال برا وما تهر، يعني واخا في واحد الشقانه واخا تهرس ماشي مشكل، انا غنحتاجها باش تشد لي البوله الداخليه باش مابقاش تلعب لداخل. وهادي راه غتفيكسي كلشي. وهادي الفكره اللي كاينه هي شديت الشنيو والميشه ديال الربعه كتقب حدا هاد اللعيبه هادي باش ما تهرسش، وجه اخرى شي داكشي اللي غندير. من بعد نشد المولات ونقطع دائريه على هاد الشكل 45 بوتيت. هذا ما عندنا ما نديرو به، ها اللي بغينا حنا، ولكن هذا خصنا نفينيو من هنا مزيان. هادو مزيان هما بقاو لاصقين ما متهرسو ما والو، وهذا غنحتاجو دونك هادشي خصو يتفين. كي غنديرو ليه ما عارفش انا، راه كنشوف كل مره مشكله كنحل. دونك هادو هو الريزولطا اللي كان خصنا نوصلو ليه. دابا الفيلم هو هادي، غنضربها بالكحل غنفينيها ما والو، حيت اصلا ما غتبانش. هادي شد لينا البوله كيف ما قلت باش مابقاش تحرك السونترال الداخل. كحل ماط كحل ماط بارده، خليو هاد القريعه تسخن في الشميشه والفريخات يدوا ناشطين. غاتش عندي بزاف ديال الصباغه تحلى، ولكن غادي نرمو. دونك اصدقاء انا جيت للجرده وجبت معايا السيليكون، هذاك البيستولي ديال السيليكون باش نلصقو هادي بالسيليكون باش ما نجرحوش البلاصه اللي كتكون فيها واحد الحديد. انا نوريها لكم البلاصه هادي كتجرح، دونك من الاحسن ما نديروش حاجه بحال الحديد ولا شي حاجه لا تقشر هنا حيت لا دخل الماء غتسدي. دونك من الاحسن نديرو لها السيليكون باش تلصق تجي مزيان. من بعد الشبكه ديال القدام غنركبو الشبكه ديال اللور كيف ما كتشوفوا في
هاد البلاصه هادي دوك غنحيد الفيساج ونركب هادي ومن بعد نركب الفيساج. هادشي اللي كان خاصني هو هذا الخوت، هادشي اللي كان خاصني، هذا هو الديزاين اللي لعب عليه من الاول. بالنسبة للانستالاسيون ديال لي كابل، عندي هادي غنديرها هنايا، من بعد غادا وغدخل فواحد من الخيوطة ديال الكلاكسون هو هاد، والخيط التاني غيجي من جهة الموتور من البلاصة اللي كيخرج منها الضو ويدخل في الجهة ديال الكلاكسون التاني اللي هي غندوز هاد الخيط بعدا هو الأول هنا يهبط ويتلاقى هنايا مع لاخر. دابا هذا خصو يتقاس مع الكاد، مدايزاش لاماصر ما يخدمش هي كلاكسون. الخيط ديالي ها هو دخل، دونك هنايا عندي جوج شوم، ها هو واحد الثاني، واحد يجي فيه هذا اللي خارج من الفوق وواحد غيجي من التحت، هانتوما تشوفوا معايا ما يدوز. من بعد ما حليت هادشي عندي هذاك اللي خارج، هذا الحمر هذا اللي كيبان لكم خارج من الموتور هو اللي عطينا الضوء، ها هو مشى في هذا الحمر هذا. انا خصني ناخذ الكلاكسون من هنا، يعني سيباري على هادشي، يعني من دخلش الضوء لهاد لي كومبوز. هذا الخيط اللي انستاليت اللي هو واحد غيمشي للكلاكسون الفوق عاوتاني، وهذا اللي غيدخل من هنا، في واحد الحاجه كتسمى بيجي باك. شنو الغرض ديالها؟ هو كتدخل انت الخيط وكتخرج لك بلاصه فين هذا غنحيدو وغندخلو هنا وغنركبو، يعني هادو اولو خارجين منهم جوج، واحد غادي للضو للشارج ديال الباتري وواحد غادي للكلاكسون، يعني هذاك الكلاكسون خدام الاسي وهادشي خدام تيس. ها هو غيركب معاه بحال هكا، ها هو ركب بحال هكا، وهذا خصو يطلع للكلاكسون الفوق، دونك حتى هو خصو يدوز من هنايا. غادي نضطر نحيدو هاد الكاج ديال البلاستيك الكحل. دابا نقدرو ندوزو الخيط فاصلي. جرب دابا هو خرج. خوت بدا كيظلام الحال ياك، انا جمعت هادشي ديالي دابا اللي هنايا، دونك كلشي مكاستري، الخيط هو هذا ماليغوزمون كلاكسون راه ما خدامش. مشيت جبت الملتيميتر باش نشوف الضو واش دايزه لاماس لهذا ولا لا، انا نوريكم كيف غندير. الملتيميتر كديرها في هاد اللعيبه هادي اللي هي كتصوني، يعني لا تلاصق بوزيتيف ولا نيجاتيف. دابا واحد فيهم غندير في الكادر وغنبقى نقلب حتى فين دايزه لاماس باش نشوف داكشي علاش ما دايزش فيه الضو. وبحال هو الحل هذا حيت هادشي سابغو وصبغتو بحال مابقاش كيدوز لاماس، ما عرفتش خصني نقشر هادشي المهم راه نشوف ليه شي حل. ونقلب هذا حيت هذا ديال الفلاش وهذا ديال الكلاكسون وهذا جاني بعيد، انا بغيت نجيب هذا هنايا وديك الساعه نخلي الاخر. هذا راه واصل عليه لاماس، دونك هنايا راه هنا خارج عندي لاماس في هذا، دونك مزيان. دونك الاشكال فين كاين؟ عر ما بين هادي هاد البياسه اللي كنت صايبت باش نلصق فيها البوطونات وهاد البلاصه هادي، دونك غنحل هادشي ونحكو باش يبدا يدوز لاماس. باش نقيسو هنا يعطينا، دابا ما كيعطي والو، شفتو اوكي هنا كيعطي. واحد القضيه غنهضر معكم فيها، ديما فاش توقف شي بلاصه خاويه بحال هكا ما كاين حتى واحد، يقدروا يوقفوا عليك شفار الله يحفظ ولا شي حاجه، كازا خطره صعيبه. ديما حيد الشابو د بوجي ولا عندك القفل لوكي موتور، واش الله يحفظ لك انت شي حاجه بعدا تهرب انت تخلي موتور ما غيديوش. دونك احتيو راسكم الخوت، دابا راه حليت هذا، ها هو الفيس اللي تحت منه
كيبانش مزيان غنحلو نحك هاد البلاصه اللي تدوز لا ماس لهنا ديك الساعه راه يخدم كلاكسون 100% حيت هاد الخيط القهوه درتو مع هاد الفيزا ديال لهنايا ديك الساعه رجع هاد كلاكسون هنا والفلاش ديال الضو نديرو هنا مابقاش الوقت غدا ندير لكم ريفيو على هادشي كامل اللي درت. سير اصدقاء دونك البارح كيما شتو مشى عليا الحال اليوم غنرجعوا لكاع داكشي اللي درنا ونديروا عليه ريفيو باش نفهموا اشنو درنا. دونك من اهم الحوايج الخوت اللي ما هضرناش عليهم هي البلكسي كلاس. نورمالمون راه ركبت ليه الشبكه من مورا بلكسي كلاس وديك العيبه الكحله راه هي كيما كتشوفوا دابا مابقاوش كيبانوا دوك الخطوط اللي كانوا شحال هادي ولات كتبان لينا البوله مزيانه ناضيه ما كاينش مشكل وهذا الشيء اللي بغينا لا بالنسبه للشبكه ديال القدام لا بالنسبه للشبكه ديال اللور. دونك جوج حوايج صايبناهم زدنا ركبنا بوطون د كلاكسون بوطون د فلاش انا نوريكم دايره تجي كتشعل هادي باش تشعل هذا دونك هذه خدامه شفتوها وبالنسبه لهاد البوطونه هذه راه كتشعل هذه من هنا كدور الضو صافي هذه البوطون ديالها شنو كدير هي هادشي كتورك كتشعل وجهه اخرى لا كلاكسون. ركبنا من بعد هاد الباكيت ركبنا هذه ديال جهه اخرى كانت ناقصه هادو لافيت سنسلا دونك ركبنا كلشي وهذا هو الريفيو ديال الموطور. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الفلوق نتمنى يكون عجبكم بارطاجي مع صحابك لايك ابوني فاتح خويا.